السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لجميع متتبعي صفحة جمعية الاتحاد الوطني لحراس مقاص المغرب. اليوم غنستأنف معكم سلسلة ما لك وما عليك اللي بديتها معكم هذه سنين في قطاع الأمن الخاص، واللي كيستافدوا منها حراس الأمن الخاص المغرب. فكانوا تصوب يا شي إخوان وتكوني مع واحد الفيديو ديال احد المواقع الالكترونيه ديال واحد الشاب ضرير وصديق ديالو اللي هو بدوره حتى هو ضرير في مشادات مع حراس الامن الخاص بدار الطالب. شفت الفيديو لكن كان من يعني بحال نقول لك ما تقدرش تجزم على ديك الاحداث، لانها كانت يعني الشابين اللي هما اللي كانوا كيهضروا على المعاملة ديال حراس الأمن الخاص لهم وما شابه، ولكن ما شفناش الطرف الآخر حتى هو شنو قال. يعني إلا بغيتي تاخذ واحد الحقائق كتاخذها من طرفين. فأنا غنتكلم على الجزء اللي شفته. الجزء اللي شفته أن حارس أمن خاص هذاك الشاب الضرير حط عليه يده، وبالتالي الاخر قال ليه ما تدفعنيش، تشادو وياه، والاخر قال ليه ما تدفعوش وكذا. وبدات هنا غنسالو نهضروا الا سمحتوا لي على مساله ديال اليدين. اولا في الكارديناج ما كنستعملوش يدينا في التعبير او في نشد او ندفع. ملي كيكون شي حوار بحال الشكل هذا راه معروف عند الناس اللي كيعطيو التكوين ان وضع ديال حارس امن خاص كيكون هكا في الخطاب، كندير يدي مورايا بحال هكذا وكنهضر معاه. لا سيدي راه ممنوع هذيك البلاصه، لا ما يمكنش كدوز ليها، الاوامر هكا كيعطيونا بحال هكا كدير. ما كندفعش ما كنشدش. الا كنت انا في هذا الوضع هذا هو حط ايدو عليا او هذا، هنا هو المدان او الفوتيف، لا سيما الا كانت شي كاميرا اون فاس معايا ولا كانت شي كاميرا. انا دائما ملي كنبغي ندير الخدمه ديالي وخصوصا الا كانت معاوناني الكاميرا، كاينه الكاميرا ديال السيرفيلانس تما، ديما انا نتوجه حداها باش نجيبو النقطه ديال التصوير. باش الا كان شي اعتداء كيبقى موثق ونكون ذكي في هذا الامر هذا. الا كانت كنقول انا الكاميرا راها نفعات شحال من واحد في هذا الباب هذا، كندير هكا وكنتكلم. الا كان شي اعتداء عليا في ذاك الباب، انا راه هو المدان والقانون راه غيكون في صفك، لا محاله، ما ماشي لا محاله في صفك. لكن ملي كتجي انت وكتقيس او كتدفع هنا كما ذكرنا وتكون الكاميرا وكذا، راه الا درتي ليه هكا وطاح قدامك راه ثاني كتسمى دفعتيه، والقانون ما كيخولش انك تدفع او تشد. ديما كنهضر في فمي ويديا كما قلت لك في هذه الوضعيه هذه، حيت حنا في قانون 27.06 خصنا نقراوه، هذا ملزم على اي رجل امن خاص يقراه، وراه موجود، راه تدخل لجوجل دير قانون الحراسة بالمغرب راه غيعطيه لك، ونقرا مع راسي ونفسر ولا ما عرفش نسول اللي غيفسر ليا، لان لا يعذر احد بجهل القانون، هذه قاعدة والمقولة اش كتقول، القانون يحمي المغفلين. ما نقولش انا ما عارفش ولا قال ليا. كاينه مسألة اخرى اللي غنقولها لكم اخوتي، وصراحة نديروها يعني انسان انا كنهضر معكم يعني كنهضر مع بعضياتنا ببساطه باش كلشي يفهم، لان حنا كنعرفوا مستويات مختلفه يعني ديال 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 التعليم، فبغينا كلشي يفهم. مساله بحال بعض الاخوان كيقول لك المدير اللي قال لي، هذه مساله مفروضه وضرب عليها بكروه حمراء. من العيب ان تقول المدير اللي كيقول لي ولا راه ما بغيتش راه يخرجوني. هذاك المدير راه حتى هو تحت من المسطره ديال القانون، سواء كان ديال بنكه، سواء ديال المصنع، سواء ديال شركه، سواء راه ملي كيعطيك شي حاجه اللي ما مخولهاش القانون راه هنا كما كيقولوا باغي ياكل بفمك الثومه، يعني باغي في الخدمه، بمعنى انه هو يهضر معك بفمه انت غتصرف ماديا.
ورا قال لك بينه وبينك ما شافك تحد ما سمعك تحد ما عنده تسجيل لك ما عندك تضمان عليه وانت غتنفذ اذا ملي كتحت حتى فشي مشكله القانون كيعرفك انت هو ديك الساعه ملي غيديروا معاك لا سيدي ما قلت لي حتى حاجه وانا ما هضرش معاك نهائيا بينه وبين مع الشركه ديالو وتنصل منها وقع هذا الشيء ماشي غنقول مئات المرات راه حديث ولا حرج مدير تاع البنكه راه ما عندوش السلطه يعني بمعنى راه انت موظف هو موظف وهذه المساله هذه حتى الشركات راه كيتحمل المسؤوليه ديالها علاش لانه كيكونوا خنوع تام لهذا المدير هذا وفي التالي حتى هما كيتحملوا الوزر وحتى هما كيتحملوا التكلفه راه شحال من مدير مشربوا من الحنظل بدلوا لي هذا ديروا لي هذا وبالتالي خصهم يطوروا لي اي واحد يحطوه لي بداك الخنات اللي كاين حيت ما كاينش قانون منظم مالك وما عليك حتى في قطاع الامن الخاص حتى ديك الشركه اللي خاصها تفرض حتى هي السياده ديالها لاجون هاد اللي خاصها لي كونسيل اللي كاينه وكنتفقوا انا كنهضر على الشركه هنا كتفق حطيت هاد السيد هاد لي كونسيل اللي غينفذوا هما اللي ما غينفذش سالينا مع الناس مسؤولين بالتالي هذاك المدير ما يبقاش يتجرأ على داك السيكوريتي يسخرو ولا يجفف به ولا يقول لي سير وقف على مر على الباب ولا شي حاجه اللي خارج نطاق القانون هذا كاين فراغ ثاني هنا اللي شكون الضحيه ديالو دائما هو سيرفايونس او الغارديناج او سيكوريتي بالمفهوم ديالها العام اللي كنعرفوه في المغرب يعني كما قلت لك ما ديرش يدك ما تدفعش كندير لي كونسيل اللي كاينه تجاوزني هذاك السيد كناكد ديما نقولها لكم تجاوز ما ندخلش انا كطرف نولي انا وياه تيتا تيت لا نلونسيها اللي هو نيت هذاك ريسبونسابل اللي كاين تما ديال ديك السيت اللي كاين تما اسيدي راه ما كان تجاوزني راه عندي ما ندير اسيدي راه اللي كاينه اللي كاين اللهم غيكون مساله خفيفه ولا تولي في المحاكم وفي القوانين وشديه نقطع لك ولا سيما هاد الشابين اللي شفناهم داو الاحتياجات الخاصه غنشوف معكم اش كيقول الفصل 22 من الدستور المغربي نشوفوه ونرجعوا نتكلم لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة لا يجوز لأحد أن يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي أحد جريمة يعاقب عليها القانون مسألة واضحة لا يجوز المساس أو الإهانة أو القذف أو السبان لأي مواطن كان ومن أي جهة كانت سواء خاصة أو عامة يعني حتى البوليس نفسه ما يتجاوزش سماك الحدود كاين قانون كينظم هاد الأمور هادي كاين دستور علينا كاملين اللي كنكونوا عارفين القانون وعارفين ما لنا وما علينا راه بحال رخصة السياقة اللي كتعرف القواعد يعني تاع التشوير الطرقي البلايك يعني الكود بلايك وكذا وهادي انتيردي وهادي كدوز هادي ما كدوبرش فيها راه كتكون غادي بسلام وتا واحد ما غيتجرأ لك ويعطيك مخالفة ولكن الا كنتي شاد داك المقود والفولون شادو وما عارف حتى شي قاعدة بالتالي راك انت كتقلب على الحبس او ما عندكش الرخصه راك كتقلب على الحبس مساله طبيعيه فالامن الخاص حنا ملي كنهضروا كنعطيو مثلا شي نصائح اللي غتفيدكم كيبداو واشوفوا لينا الحلول واشوفوا لينا باش نشرحها ثاني لواحد الفئه اللي ما كتفهمش يعني مع كامل الاسف او كتبغي دير ديك العرقله او من الذباب ديال الشركات حيت كاين واحد الذباب ديال الشركات وهادشي وقع لي انا مرارا شخصيا كتلقى سوبرفيزور ديال واحد الشركه مريح في داك الكونطوار جاي عند واحد لاجون وباركي هاجم عندي في الصفحه هاد الصفحه ديال جمعيه الاتحاد الوطني وادير لهم كذا وقال لي السيد والسيد كنعرفو وقال لي ها اللي كاينه اللي كاينه السي رشيد راه موقع موقع فلان فلان ها مدام هذا وهذا مجاني هذه الامور هادشي معروف اللي عطينا حلول انا نعطيكم هاد القضيه نقول لهاد الذباب راه الحلول موجوده لكن التنفيذ راه كيبقى ديال الوزاره الوصيه ووزارة الشغل لأن هذه هما القوة التنفيذية أما الجمعية كتبقى قوة اقتراحية وحتى النقابة بنفسها كتبقى قوة اقتراحية مع مرة ما تفرض شي حاجة لأن شكون اللي كطرح الملف أو كدفعو ولكن اللي كتوافق عليه أو كتنفذو هي الحكومة هنا الإنسان يكبر عقله وما يديرش في راسو الضحك فباش نكون واضحين نعرف القانون ديالي
نستافد ونشوف. ونزيد لكم واحد القضيه، كنلاحظ ان هاد الصفحه عندنا ولله الحمد فيها ازيد من 42000 متتبع، وبعض المرات كنديروا نداء او كنديروا ملصق او كنديروا شي حاجه وما كيبارطاجيوش معنا الا اقليه بالعشرات. هنا واحد الموضوع مفيد او فيه الصالح ديالنا، علاش ما نبارطاجيوش؟ نزيد واحد المعلومه اخرى، رانا راه ما كنتخلصش على هادشي سواء في فيسبوك او في اليوتيوب، راه ما كنتخلصش عليه نهائيا. باش باش حتي النفس البشريه فيها شيء من الا من رحم ربي، قول هاد راه غير يترزق الله ولا راه بغى ياخذ، راه ما كناخذ لك والو. هادشي في سبيل الله وفي سبيل القطاع اللي حنا عايشينه وكنعيشوا به، ف ما فيها باس نبارطاجي هادشي اللي في الصفحه باش يوصل للراي العام. راه تصور معايا هاد 40000، ما نقولوش 42، نقولوا هاد 30000 اللي غتكون مثلا خالصه ديال الحراس وبارطاجات كامله، وراه غيولي راي عام هنا. اذا علاش هاد السلبيه؟ اذا علاش ما نكونوش ايجابيين؟ راه الايجابيه للصالح ديالنا. اش خصنا بارطاجيتي واحد الموضوع او واحد النداء؟ علاش خايف لهذ الدرجه؟ الا كنتي خايف غتبقى خايف وغتبقى في هذه الوضعيه اللي انت فيها، لانك اضعف الايمان، راك ما ساهمتيش. هذا كيتسمى هو نضال لين وواعي. راه كتشوفوا قضايا تعالجت بسبب البارطاج اللي كيبارطاجيوه الناس في الصفحات ديالهم ديال شتى المشاكل. ما تقولش لي راه الفيسبوك راه، لا الفيسبوك راه قوه، الفيسبوك راه استطاع ان يغير مجرى ديال بزاف المجريات. اذا نكونوا ذكيين حنا في هذه الجمعيه، هذه هي توعويه، جمعيه وطنيه كتدافع على يعني المقدسات ديال البلاد، كتدافع على ما هو وطني، وكتدافع على القطاع اللي هو كيضم واحد الشريحه واسعه من الشريحه المغربيه، وكيشاهدوه الناس من جميع ربع المملكه المغربيه. فالله يرضي عليكم، اي موضوع بارطاجوه باش يستافدوا منه الاخوان الاخرين ديالكم، باش تكون افاده عامه والخير يعم على الجميع. حنا راه ما باغيش نركبوا على القطاع، الناس اللي باغيين يركبوا على القطاع راه خدامين عليه. اما حنا راه سنين وحنا كناضوا اللي عرفنا به، حتى تبعونا ناس اخرين. فمساله مفروغه وواضحه. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.